خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن دعم الوزارة للأوائل من ذوي القدرات الخاصة من الأستاذ خليل محمد، مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي. عايزين نعرف الدعم المقدم من الوزارة. صباح الورد يا فندم. صباح الورد يا فندم على حضرتك وعلى جميع مشاهدي البرنامج، وبمتاز الفرصة لتقديم التهاني والتبريكات لأبنائنا أوائل الثانوية العامة والأزهرية من ذوي القدرات. صباح الفل على حضرتك يا فندم. عايزين نعرف الدعم المقدم من الوزارة لذوي الهمم. أنا حابب أؤكد في الأول بس إن فخامة السيد رئيس الجمهورية وجه بتوفير جميع متطلبات الطلاب ذوي الإعاقة، وده تأكيدا على مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية. وزي ما حضراتكم ذكرتوا، معالي وزيرة التضامن الاجتماعي أعربت عن فخرها الشديد بنجاح هؤلاء الطلبة وتفوقهم، وقد إيه هم تغلبوا على كافة الصعوبات اللي واجهتهم في أثناء الدراسة، ووجهت بتنظيم احتفالية كبيرة لتكريمهم، وده طبعا بالتنسيق بين وزارة بيننا وبين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، وكلفت كمان سيادتها لجنة من الوزارة بعمل أبحاث اجتماعية للطلبة ذوي الإعاقة المنتقلين للمرحلة الجامعية مش بس المتفوقين، وده طبعا لحصر كل احتياجاتهم والتعاون مع كافة الجامعات من خلال وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعة لدعم غير القادرين منهم وتوفير التيسيرات المناسبة. وكمان وجهت بإطلاق حملة لتوفير الوسائل المعينة زي اللابتوب الناطق وزي السماعات الطبية وزي الكراسي المتحركة والأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وده طبعا هيكون بالشراكة مع الجمعيات المتخصصة وصندوق تحيا مصر. طب استاذ خليل، يعني عايزين برضو نعرف اكتر عن خطة الوزارة لخلق البرامج اللي بتدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم، مش بس حتى في الدراسة او هذه يعني التفاصيل اللي لها علاقة بالدراسة، لكن كمان في حياتهم اليومية. ازاي الوزارة هتقدر ان هي تخلق وتعمل برامج دعم لهؤلاء؟ محتاج اقول لحضرتك ان في طبعا اهتمام واضح من الدوله بالاشخاص ذوي الهمم، وده كان يمكن من العام 2006 من ساعه ما مصر كانت اولى الدول اللي وقعت على الاتفاقيات الدوليه لتعزيز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه، وتخصيص 2018 عاما للاشخاص ذوي الاعاقه، واللي كان في بدايته صدور قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه، وفي نهايته صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مرورا بالقوانين والقرارات اللي كلها بتدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واللي اديتهم حق في الدمج في المدارس والجامعات والإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على الأجهزة التعويضية والسيارات والخصومات في وسائل النقل والمواصلات والكشوف المجانية في المستشفيات الحكومية وما يتعلق بالتيسيرات في مراكز الشباب والأندية الرياضية ومجانية الدخول في كافة المتاحف والمناطق الأثرية. يمكن زي ما ذكرنا الوزارة مش بس بتبص للطلبة ذوي الهمم، ده بتبص للشخص ذوي الإعاقة في كل مناحي حياته، يمكن بداية من توفير الأجهزة التعويضية بأسعار مناسبة لمستوى الاقتصادي عن طريق مكاتب التأهيل بتاعتنا وعددها 200. طب يا فندم، بما يخص التأهيل، هل ده يخص بس ذوي الهمم ولا الأيتام ولا المشردين؟ محتاج أقول لحضرتك على حاجة، احنا هي في عندنا مؤسسات متخصصة في تقديم الرعاية والحماية للأشخاص ذوي الهمم من الأيتام والمشردين. هم ليهم مؤسسات، المؤسسات دي بتقدم لهم خدمات الإقامة الداخلية على مدار اليوم، خدمات يعني البرامج بقى المختصة بتعديل السلوك، بتنمية المهارات، حاجات كتيرة، حزمة من الخدمات بتتقدم للأيتام والمشردين من الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا
عن ان في الوزاره ومن ضمن مجالاتها الكتيره اللي هي تقديم الخدمه للايتام حتى لو ما كانوش من ذوي الاعاقه. طب استاذ خليل، يعني هل في خطه او برامج لتوعيه المجتمع كمان، يعني المجتمع ككل، عن اهميه دور ذوي الاعاقه في المجتمع ودور الشخص ذوي الاحتياجات الخاصه في المجتمع، وازاي هذه البرامج هتتم تفعيلها يا فندم؟ يعني اكيد طبعا، هو احنا حاليا في ظل المرحله الاولى من مراحل استخراج بطاقات الخدمات المتكامله للاشخاص ذوي الاعاقه، احنا في بدايه المرحله الثانيه ان شاء الله في خطه للنزول بحمله اعلاميه نعرف بها المشاهد الشخص ذوي الاعاقه او ذوي الهمم ديت، ده يعني كيفيه التعامل معاه ازاي، ايه مواطن القوه عند الاشخاص ذوي الاعاقه، ازاي نقدر نستفيد منهم في تحقيق التنميه الشامله لمصرنا. فطبعا في خطه وفي حمله وهيتم النزول بيها، بس ان شاء الله هتبقى يعني بدايه من المرحله الثانيه من اصدار بطاقه الخدمات المتكامله. بشكرك جدا استاذ خليل محمد، مدير اداره التاهيل بوزاره التضامن الاجتماعي.